السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده يا جماعه احنا هنتكلم على Consumer Price Index CPI اللي هي مؤشر اسعار المستهلك لشهر اغسطس 2024. التقرير ده يا جماعه نزل في سبتمبر 11 2024، يعني تقريبا من حوالي 3 ايام بس. التقرير ده اللي بتنزله مكتب احصاءات العمل اللي هي البيرو اوف ليبر ستاتستكس عن طريق وزارة العمل الأمريكية اللي هي الـ US Department of Labor. فيلا بينا نشوف التقرير ده بيقول إيه. التقرير يا جماعة بيقول إن كل التضخم أو الـ Headline Inflation زاد بنسبة 2.5%، وده عبارة عن كل حاجة مع بعضها خلال الـ 12 شهر اللي فاتت زادت بنسبة 2.5%. وكمان التقرير بيقول ان التضخم الاساسي او الكور انفليشن زاد بنسبة 3.2% خلال ال 12 شهر اللي فاتت. وزي ما احنا عارفين ان التضخم الاساسي او الكور انفليشن دوت، احنا اما بناخد كل الاشياء ونشيل منها الاكل والطاقة، هو ده اللي احنا بنقول عليه التضخم الاساسي او الكور انفليشن. والاحتياط الفيدرالي زي ما احنا عارفين هو تملي بيركز على الكور انفليشن او التضخم الاساسي، وهو عايز ينزله ل 2%، بس هو ما اعتقدش ان هو هيعرف ينزله ل 2%، او على الاقل هتاخد منه فترة طويلة جدا ان هو ينزل ل 2%. الجراف اللي احنا شايفينه دوت برضو موجود في التقرير اللي هو نزل ده، بيقول لنا هنا الهيدلاين انفليشن او كل التضخم الحركه بتاعته شهر بشهر عامل ايه. فزي ما انتم شايفين مثلا هنا من شهر 6 لشهر 7 زاد 2.1%، وبعد كده هنا زاد 2.1%. فاحنا لو ضربنا 2.1% في ال 12 شهر تقريبا 2.4، وهو ده هو التقرير اللي لنا تقريبا 2.5. خلينا نشوف بقى التقرير كمان قال لنا ايه. الجراف اللي احنا شايفينه ده يا جماعة كمان ده موجود في التقرير اللي هو نزل، وهو بيبين لنا التضخم الاساسي او الكور انفليشن خلال ال 12 شهر اللي فاتت، وبيبين لنا كمان كل التضخم او الهيدلاين انفليشنز خلال ال 12 شهر اللي فاتت. فزي ما انتم شايفين هنا ادي التضخم الأساسي، التضخم الأساسي زي ما انتم شايفين هنا ان هو بينزل. وبرضه لو برضه شفنا بالنسبة لكل التضخم، برضه كل التضخم زي ما احنا شايفين برضه هنا برضه هو بينزل بشكل كبير جدا زي ما انتم شايفين هنا. فتبص تلاقي يعني هو الاثنين، سواء احنا بنتكلم على التضخم الاساسي او بنتكلم على كل التضخم، فالاثنين بينزلوا. بس هو زي ما احنا شايفين هنا ده بالنسبة للتضخم الاساسي، هو يعني بينزل بشوية صغيرين خلال الفترة اللي فاتت، خاصة من شهر 7 لشهر 8 وقف ما نزلش خالص، استنى على القيمة بتاعته اللي هي 3.2%. طب خلينا نشوف بقى التقرير بيقول لنا ايه بالنسبة للجروب بتاعت الايتمز. احنا تملي هنا بنتكلم على الهيدلاين انفليشنز او اللي هي كل التضخم، يعني كل حاجة مع بعضها. زي ما انتم شايفين هنا بيقول لك ان كل حاجة مع بعضها زادت بنسبة 2.5%. أنا عايز أفكركم بحاجة يا جماعة، إن أول ما أنت بتتفرج على السوشيال ميديا والتلفزيون بيقول لك التضخم نزل أو الإنفليشن نزلت، هي ما بتنزلش، هو الطلوع بتاعها بيقل بس هو ما بتنزلش. هو خلال ال 12 شهر اللي فاتت، طبعا لو قلنا إن الأرقام اللي هو منزلينها لنا دي صح، فخلال ال 12 شهر اللي فاتت زادت بنسبة 2.5%. طيب لو أخذنا بقى التفاصيل بالنسبة للجروب بتاعت الايتمز، هتلاقي مثلا هنا بالنسبة للانرجي، وخاصة احنا بالنسبة للانرجي احنا بنركز على البنزين لان هو اللي بيخصنا. خلال ال 12 شهر اللي فاتت نزل بنسبة 10.3%،
الإلكتريستي الكهرباء زادت 3.9%، اليوز كار وتراك اللي هي العربيات والتراكات المستخدمة دي بتنزل على فكرة كتير جدا، لو احنا شفنا شهر بشهر وبتنزل، بس اوفر اول يعني خلال ال 12 شهر اللي فاتت نزلت بنسبة 10.4%. الشيلترز بقى يا جماعة اللي هو اللي بيطلع على طول فهو 5.2%، ده اللي هو داخل فيه موضوع الإيجار الرنت والحاجات دي. ترانسبورتيشن سيرفيس اللي هي المواصلات بتطلع 7.9% خلال ال 12 شهر اللي فاتت. ميديكال كير سيرفيسز زادت بنسبة 3.2%. طب احنا دلوقتي احنا هندخل شوية كمان في التقرير ونشوف بقى ايه ده بالنسبة لإيه للجروب بتاعت الايتم، فاحنا هندخل على كل حاجة ونشوف في كل حاجة. مثلا هنا مثلا بيقول لك هنا ايه الاكل الفود 2.1%، طب ال 2.1% دول ايه اللي طلع وايه اللي نزل بشكل كبير، انا مش هدخل على كل حاجة يعني. بس في الوقت نفسه قبل ما ندخل على الموضوع ده خلينا نراجع السبريد شيت بتاعنا عشان نشوف الاحتياطي الفيدرالي هياخد المعلومات دي وهيعمل بيها ايه، او هي هتأثر في القرار بتاعه اللي هو اللي جاي. على فكرة الاحتياطي الفيدرالي يا جماعة هيجتمع الاسبوع دوت عشان يحددوا لو ان هو هينزل الفايدة بنسبة 0.25% أو 0.5%. فدلوقتي احنا ما عدناش بنتكلم ان هو هينزل ولا هيطلع، لا ده هو هينزلها، بس هل ان هو هينزلها بربع ولا 0.5%. اللي احنا شايفينه يا جماعة على السكرين ده السبريد شيت اللي انا عامله بقالي فترة، وكل ما الارقام ما بتنزل انا بزودها على السبريد شيت بحيث ان احنا نعرف الصورة مكتملة شكلها ايه. فزي ما انا ما قلت لكم بالنسبة للتضخم العام اللي هو الهيدلاين انفليشن زاد بنسبة 2.5%. لو هنراجع بقى الأرقام اللي قبل كده يعني مثلا بصوا يعني كمثلا في جانيوري 23 كان 6.4%، النهاردة 2.5%، ففي نزول فعلا جامد بالنسبة للتضخم العام. بالنسبة للتضخم الأساسي اللي هو الكور انفليشن، الكور انفليشن بقى هو اللي بيتحرك بشويش قوي. فزي ما انتم شايفين مثلا هنا يعني مثلا من جانيوري السنة دي كان 3.9%، 3.9، 3.8، 6، 4، 3 و3. فجاء الفترة اللي فاتت ديت بدأ ان هو ما يتحركش خالص. معدل البطالة بقى هي اللي بتطلع، فزي ما انتم شايفين هنا معدل البطالة كانت 4 وبعد كده 4.1 في شهر 6، وبعد كده طلعت 4.3 الشهر اللي فات نزلت 0.1. فمعدل البطالة إلى حد ما يعني هو بيقول لك إن هو بيطلع بس ما بيطلعش قوي يعني. طبعا أكيد أنتوا سمعتوا في السوشيال ميديا والنيوز إن الأرقام اللي الحكومة بتنزلها أرقام مش مظبوطة وبيعملوا تعديلات عليها، وبعد كده كمية الشغل اللي هو موجود في البلد قال لك مش عارف how many 3 millions، وبعد كده نزلوها 30%. فهي الله أعلم الأرقام اللي هم بيدوها لنا دي شكلها إيه، بس في الوقت نفسه إحنا بناخد الأرقام وبنبدأ نحلل عليها وبنقول إيه التوقعات بتاعتنا بالنسبة للأرقام اللي هي قدامنا. وعلى فكرة كمان الاحتياطي الفيدرالي كمان هو بياخد الأرقام اللي هي بتنزل له ديت، وعلى أساسها إن هو بيحدد هل إن هو عايز يزود الفايدة أو ينزلها، ولو نزلها هينزلها بنسبة قد إيه. الاجتماع الجاي بتاع الفيدرالي يا جماعة احنا في شهر سبتمبر، زي ما احنا عارفين هنا الاحتياطي الفيدرالي بيجتمع 8 مرات في السنة. شهر أغسطس ما كانش فيه اجتماعات، شهر سبتمبر
فدوت هيكون يوم 18، يعني يوم الأربعاء الجاي، وده هيبقى اجتماعه السادس. المتوقع إن هو هينزل الفايدة بنسبة 0.25%، بس هنا بالنسبة للشهر اللي بعد منه، يعني أنا متوقع إن هو ممكن مثلا ينزلها بنسبة 0.5%، وبعد كده ينزلها كمان 0.25%. فإحنا لو بصينا هنا، أنا بس بعدل هنا الأرقام شوية زي ما أنتم شايفين، فلو احنا شفنا مثلا هنا في شهر سبتمبر اللي احنا فيه، انا متوقع ان هو ينزلها بنسبة 0.25%. دلوقتي الفيد ريت على 5.25، فهو اما ينزلها 0.25% يبقى الفيد ريت على 5. وبالنسبة لشهر اكتوبر مفيش اجتماعات، شهر نوفمبر هيجتمع في نوفمبر 7، انا متوقع ان هو ينزلها 0.5%. وشهر ديسمبر هيجتمع في يوم 18 ديسمبر، أنا متوقع برضه إن هو ينزلها 0.5%. فما بين الربع بتاع الأسبوع دوت والنص بتاع شهر نوفمبر والربع بتاع شهر ديسمبر، فأنا متوقع من هنا لغاية آخر السنة دي إن الفيد ريت إن هو هينزل 3 مرات بتوتال حوالي 1%، فالفيد ريت هينزل من 5.25 لتقريبا 4.25. خلينا بقى نرجع للتقرير بتاع التضخم ونشوف التفاصيل بتاع التقرير فيه ايه. اللي احنا شايفينه يا جماعة على السكرين ده التقرير اللي هو نزل من كام يوم، فأنا هبص على الايتمز هنا، التفاصيل بتاعت الايتمز، وبعد كده في الوقت نفسه انا اشوف التغيرات بتاعتها في شهر، من شهر جولاي او من شهر 7 لشهر 8. زي ما انتم شايفين هنا العملية مستقرة، فأنا مش هعدي على كل ايتمز، بس الحاجات اللي هي بتطلع بشكل كبير والحاجات اللي هي بتنزل بشكل كبير هي دي اللي أنا هركز عليها. فيلا نسكرول داون في التقرير ونشوف بالظبط ايه اللي بيطلع وايه اللي بينزل. عندك هنا الايرلاين فير اللي هي أسعار تذاكر الطيران، خلال الشهر اللي فاتت زادت بنسبة 3.9%. في ايه تاني هنا طالع ونازل كتير؟ عندك في البيض، البيض بدأ يطلع تاني 4.8%، كان بقاله فترة بينزل بس دلوقتي بدأ يطلع تاني، يعني خلال الشهر اللي فات بس طلع تقريبا حوالي 5%، ده نسبة كبيرة جدا بالنسبة لشهر واحد. الحاجات التانية، القهوة نزلت، أسعارها نزلت طبعا، زي ما أنت اللي متابعين معايا أسعار القهوة كانت غلت بشكل كبير جدا، بس دلوقتي أسعارها نزلت القهوة عموما. اللي نزل من القهوة اللي هي الروستد كوفي، اللي هي القهوة المحمصة اللي هي نزلت شوية، الانستنت كوفي اللي هي نسكافيه والحاجات دي قلت شوية، فالروستد كوفي هي اللي نزولها كان 2.4%. الحلويات بقى يعني other sweet than gum والحاجات ديت، الحلويات دي طلعت 2.1%. المارجن اللي هو بتجيبوه اسمه ما اعرفش اسمه ايه بالعربي الصراحة، بس اللي هو اعتقد اسمه مارجن برضو، نزل بنسبة 2.4%، لو عامل زي البتر ده، بس طبعا يعني مش صحي خالص يعني. خلينا نشوف بقى حاجات تانية، عندك في الأوليفز والبيكلز والريلاشز، اللي هو الزيتون والمخللات طلعت 2.2%. عندك توابل عموما البهارات والحاجات دي طلعت 4%، ده طلوع جامد جدا. الحاجات التانية برضو هندخل بقى في موضوع اللي هي الكونستراكشن، عندك في الفلور كوفرينج اللي هي الكاربت واللامينيت والتايلز والحاجات دي زادت 2.4%. الويندو كوفرينج برضو اللي هي زي البلاينز والحاجات دي زادت 4.3%. اذر فرنتشر
غير الفرنتشر اللي هي الاساسي، يعني هنا بيقول لك مثلا الليفنج روم والكيتشن والدايننج والحاجات دي، فدي قلت. بت اذر فرنتشر اللي هي سبيسيفيك تايب اوف فرنتشر، يعني فرنتشر خاصه، زادت بنسبه 2.5%. ممكن يكون منها مثلا هي ايه الاوفيس فرنتشر، اللاندري اكويبمنت اللي هي معدات الغسيل، الواشر ودراير والحاجات دي، زادت بنسبة 2.6%. عندك في الاندور بلانتس وفلاورز اللي هي الزهور الداخلية والحاجات دي، نزلت بنسبة 2.4%. الهدوم بقى بتاعت الرجالة اللي هي القمصان والسويترز والحاجات دي قلت 4.2%. ملابس الأطفال اللي هي البويز أبيرل زادت، ملابس الأطفال بتزيد أكيد طبعا عشان الباك تو سكول، فطبعا الملابس بتاعت الأطفال بتزيد. عندك في اللي هي بقى اللي هي الومن سوت and separates اللي هي بدل النسائية برضه زادت شوية 2.1%. الأكسسوارز بتاعت الستات والحاجات دي، سوم وير والحاجات دي، زادت 2.9%. عندك في برضه اللي هي الفوت وير اللي هي الجزم بتاعت الستات، نزلت شوية. ملابس الأطفال والرضع والأطفال الصغيرين زادت برضو شوية. التلفزيونات والفيديو إكويبمنت، التلفزيونات قلت بنسبة 2.8%، بس معدات الفيديو زادت 2.3%. الإقامة بقى other lodging away from home including hotels and motels، يعني الإقامة في الفنادق و الموتيلات اللي هي بعيدة عن الهوم زادت بنسبة 2%. في تاني عندك هنا public transportation، المواصلات العامة قلت شوية. الايرلاين أسعار التذاكر زادت 4% تقريبا. عندك وسائل النقل الأخرى اللي هي inner city transportation قلت 2.2%. أعتقد آخر حاجة هنا اللي هي البنك charges اللي هي checking account and other bank services 2.9%. فزي ما شفنا يا جماعة إن التقرير بتاع شهر أغسطس إلى حد كبير مستقر. فبيس على التقرير دوت، المتوقع ان الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم اللي هو يوم الاربعاء الجاي هينزل الفايده او الفيد ريت بنسبه 0.25%، والمتوقع ان هو ينزلها كمان 0.5% في شهر نوفمبر وربع في المية في شهر ديسمبر. فهو السؤال اللي هو ممكن ناس كتير يسالوه، طب هو لو الفيد ريت ده نزل 0.5%، هل ان هو ممكن ياثر على اسعار البيوت؟ ولا يعني هيأثر على المورجج 30 years mortgage؟ فالصراحة إن القرار بتاع الاحتياطي الفيدرالي الجاي ده مش هيكون ليه تأثير جامد قوي. ليه؟ لأن تملي الماركت بيبص أهاد، بيبص على المستقبل. فأنت النهاردة أول ما تشوف مثلا البورصة أو تشوف مثلا المورجج ريت النهارده، فهو مش على قرار اتاخد النهارده، ده هو على توقعات حصلت. فاللي ممكن اللي هو يغير الماركت سواء المورجج ريت او يغير الستوك ماركت، لو جه مثلا الاحتياطي الفدرالي عمل حاجه جنونيه، يعني مثلا الناس كلها دلوقتي حاطين في دماغهم ان الفدرالي اجتماعه اللي هو كمان يومين هينزل الفايده او الفيد ريت بنسبه 0.25%، بعد كده نوفمبر نص، وبعد كده ديسمبر ربع. لو ده مثلا الفيدرالي قال لك طب انا بدل ما هنزلها ربع
انا هنزلها ثلاث ارباع، ساعتها الدنيا هتتلخبط خالص وهتلاقي العمليه باظت، لان في ناس هيقول لك اه طب هو نزله ثلاث ارباع، طب هو كان المفروض ينزله ربع، طب هو ليه نزله ثلاث ارباع؟ هم عارفين حاجه احنا مش عارفينها، يبقى الاقتصاد واقع، يبقى احنا مش هنروح على سوفت لاندنج، يبقى احنا هنروح على هارد لاندنج. فتبص تلاقي ان الستوك ماركت يقع، بعد كده يرجعوا تاني بعديها بيوم، تبص تلاقي الستوك ماركت يطلع لان الناس هيبداوا يراجعوا فهتبص تلاقي ان هو لو هو عمل او اخذ قرار مختلف عن اللي انا بقول لكم عليه دوت، الماركت هيبوظ وبعد كده هيبدا يعدل نفسه. بس لو هو ماشي على الربع في النص في الربع على اخر السنه نزل فايده 1%، فتلاقي الموضوع ايه مستقر الى حد ما. المورجج ريت مش هيتغير كتير قوي، لان اعتقد ان المورجج ريت الفتره اللي فاتت الاسبوعين الثلاث اسابيع اللي فاتوا دول نزل بشكل كبير جدا. نزل لان هو متوقع ان الفدرالي هيبدا يقلل من الفايده. فالمورجج ريت النهارده ده على اساس اللي هو الاحتياطي الفدرالي هيقول عليه الاسبوع ده. الحاجة اللي هي ممكن تحصل لو الفيدرالي نزل الفايدة، أو اللي هي هتحصل يعني هتبص تلاقي ده اللي احنا بنقول عليها الكوانتيتيف ايزنج، اللي هو تيسير الكمي. يعني الاحتياطي الفيدرالي اللي كان بيعمله قبل كده كان بيقولوا عليه ايه؟ الكوانتيتيف تايتنج، أو اللي هو التشديد الكمي، ان هو بيقلل من الفلوس اللي موجودة في البلد. فان هو اما دلوقتي يبدأ يقلل الفايدة، فإن هو داخل على الكوانتيتيف ايزنج، إن هو تيسير كمي، فبييسر الفلوس في البلد. فتبص تلاقي إن اللونز هيبقى متوفر وهيبقى أرخص، فالناس هتاخد فلوس أكتر. فتبص تلاقي إن الماني سبلاي هيبدأ يزيد في البلد. الخوف بقى يا جماعة من الماني سبلاي إن هو يزيد في البلد، ان اول ما الماني سبلاي يزيد في البلد اكتر من الانتاج بتاع البلد، بتكون النتيجه ايه؟ بتكون النتيجه ان التضخم هيبدا يزيد. فعشان كده يا جماعه انا متوقع، يعني هو طبعا انتوا بتتفرجوا على فيديوهات، انا بتفرج كمان على فيديوهات زيكم، بس احيانا يا جماعه الفيديوهات اللي انا بتفرج عليها ديت بتخلي الواحد يعني نيرفس، يعني انا اساسا بقرا وعارف الموضوع وايه اللي بيحصل وكده، انا نفسي ببقى ايه معقوله؟ لان الفيديوهات كلها اه الاقتصاد بيتدمر، الاقتصاد بيقع، الاقتصاد مش عارف ايه، الدولار. الا تبص تلاقي ان الواحد اما بيبدا يمشي مع الفيديوهات ديت ممكن هو ياخد قرار غلط. فهي النصيحه اللي انا هقولها لكم خلال الفتره الجايه ديت، انتوا هتشوفوا فيديوهات كتيرة جدا هتقول لكم ان اقتصاد امريكا بيقع. يا جماعة اقتصاد امريكا مش هيقع دلوقتي، قدامه فترة طويلة جدا لغاية ما يقع. انا عارف ان في ناس كتير هيحطوا لي thumbs down على الفيديو، فيعني من فضلكم الناس اللي هي عاجبها الكلام بتاعي حطوا لي thumbs up عشان ايه تبالانس الثامز داون اللي انا هاخده عشان بقول الحقيقه، لان هي دي هو ده اللي انا شايفه. اما بقول الحقيقه الناس ما بيعجبهاش الحقيقه، الناس عايزاني اقول لهم الحاجه اللي هم عايزين يسمعوها، ان امريكا بتنهار. امريكا ما بتنهارش، يعني خلينا بصراحه، يعني امريكا ما بتنهارش. لو اقتصاد امريكا نزل بينزل شويه، بس قارن النزول دوت باقتصاد العالم كله، هتلاقي مثلا اقتصاد امريكا بينزل كده، هتلاقي اقتصاد العالم بينزل كده. الحاجه الثانيه، طب بالنسبه للدولار، طب يعني ممكن ان الاحتياط الفدرالي او ما يبدا ينزل فيه الفايده هيكون لها تاثير سلبي على قيمه الدولار. ليه؟ لان الناس لغايه دلوقتي انت عندك الفايده عاليه، فالناس بتحط الفلوس بتاعتها في السندات سندات الحكومة الأمريكية فإيه ففي إقبال على السندات عشان الانترست ريت أو الفايدة عالية. طب دلوقتي هم الفايدة تقل، فالناس دلوقتي هيبدأ يقول لك أه طب ما فيش فايدة بالنسبة لي إن أنا أحط فلوسي في السندات، فاللي أنا أعمله إن أنا هاخد فلوسي من السندات هبدأ أخرجها
وابدا احطها في مكان تاني. طب احطها في مكان تاني ايه؟ هيحطها في الذهب. فالذهب ممكن هو يطلع، وانا نزلت فيديو كذا فيديو قبل كده عن اسعار الذهب، ان بنك اوف امريكا من حوالي كام شهر بس لما كان الذهب حوالي 2200، قال محللين في بنك اوف امريكا قال لك ان الذهب هيوصل ل 3000. انا الصراحه انا يعني انا شخصيا ده رايي الخاص، انا متوقع ان الذهب يعني ممكن يوصل ل 3000، لان احنا داخلين على التيسير الكمي، فالتيسير الكمي بيخلي قيمه الدولار بيقل، فالناس بتروح لمكان تاني مستقر اكتر، وخاصه كمان بالنسبة للحروب اللي احنا فيها الأيام ديت، فالناس كمان مهزوزة شوية، فأما الناس تكون مهزوزة فبيكون لهم مكانين إن هم يحطوا فلوسهم. المكان الأولاني إن هم يحطوها في الدولار، بس يقول لك الفايدة دلوقتي بقى على الدولار قليلة، فخلينا نحطها في الذهب. اللي أنا متوقعه خلال ال6 شهور الجاية إن في حاجة كبيرة جدا ممكن تحصل، الله أعلم هي إيه، بس إن الدولار هينزل. ما أعتقدش إن الدولار هينزل، هينزل شوية يعني مثلا لو أنت شفت مثلا الدولار بالنسبة اليو اس دولارز بالنسبة للكنديان دولارز، اليو اس دولارز من فترة صغيرة جدا كان تقريبا almost like 1.4، النهاردة 1.35، فنزل بشكل كبير جدا. زي ما قلت لكم الفترة الجاية أما يبدأ الاحتياط الفيدرالي ينزل الفايدة، الستوك ماركت هيبدأ يطلع لحد كبير، ده توقعاتي أنا الخاصة بيا. بس خلي بالكم في نقطة، إن الستوك ماركت هيطلع بس هتبص تلاقي إن في شركات معينة هتبدأ تنهار. إحنا داخلين في مرحلة اللي هي مش مستقرة، عشان كده أنا إن شاء الله في فترة جاية هبدأ أنزل لكم شوية فيديوهات أقول لك إزاي إن أنت تختار سهم كويس، أو إزاي إن أنت بدل أنت مثلا زي ما بيقول لك instead of putting all your eggs in one basket، فبدل ما تحط مثلا كل الأسهم بتاعتك مثلا في شركة زي مثلا شركة أدوبي. مثلا أدوبي يوم الجمعة اللي فاتت نزلت كام؟ حوالي 10%، قفلت تقريبا على حوالي بالنزول 8%. شركة أدوبي دي شركة كويسة جدا. فأنت بدل ما تحط كل الفلوس بتاعتك في شركة مثلا زي أدوبي مرة واحدة تبص تلاقي نزلت 10%، فأنت حطها في ETF. ETF ديت اللي هي عبارة عن سهم بيكون تحت منه أسهم مختلفة، وده أنا هتكلم عليها في فيديو من الفيديوهات. خلاصة الكلام إن الاحتياطي الفيدرالي أما ينزل الفايدة الأسبوع الجاي، لو هو نزلها بالطريقة اللي إحنا قلنا عليها اللي هي ربع في نص في ربع خلال السنة دي، مفيش تحركات كتير هتحصل في السوق. المورجج ريت ممكن ينزل شوية صغيرين، ما أعتقدش إنه هينزل المرة دي، ممكن هو خلال شهر أو اتنين هيبدأ ينزل أكتر تاني. بالنسبة للستوك ماركت هيبدأ يطلع، بس في شركات هيبقى الفولاتيليتي بتاعتها تبقى عالية جدا، وده هيعتمد بشكل كبير جدا على البرايس بير ايرنينج ريشيو، وان الشركة ديت الفاليو بتاع الشركة قد ايه، ولو هي عندها كاش انف بحيث ان هي ستاند الايكونومي اللي هو النزول بتاع الايكونومي ولا لا. أسعار الذهب إن هي ممكن تزيد شوية عشان الناس هتبدأ تسيب الدولار وهيبدأوا يروحوا للذهب. فهي دي التوقعات، وده توقعاتي أنا الخاصة. أتمنى ما أكونش طولت عليكم، لو الفيديو مفيد ما تنسوش اللايك، ولو القناة عجبتكم ما تنسوش تشيروها لأصحابكم وتشتركوا فيها، ونكلمكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.